إذن مشاهدينا، بتكلفة 17 مليار دولار يسعى العراق إلى إنشاء طريق التنمية الذي تعول عليها الجهات المكلفة بدراسته في تحقيق المنفعة للعراق والعالم لما يمثله من نقطة ارتكاز في هذه المنطقة الواسعة وحلقة ربط بين الشرق والغرب. ورغم البدء بالخطوات المكملة للتعاقدات، إلا أنه يحتاج رؤية تتصف بالدبلوماسية لكونه مشروع عابر للحدود الجغرافية ويتصف بالشراكة وكذلك بالشمولية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فالجارة تعتدي على السيادة رغم أهمية توطيد العلاقات الخارجية بين البلدين، إلا أن تركيا لم تترك الاعتداءات على العراق منذ عقود تحت ذريعة حزب العمال الكردستاني بقصف مستمر لم يأمن منه أهالي تلك المناطق الشمالية. أنقرة لم تكتفي بالاعتداء على أرواح المواطنين العراقيين، بل اتجهت نحو الحصص المائية لنهري دجلة والفرات لتقليصها، والأمر الذي يضعف الزراعة للبلد، وبالتالي ضرورة توجه العراق إلى الاستيراد رغم توفر خيراته الكثيرة. فمن هذا المنطلق تتجه المطالبات لوضع الحدود مع تركيا من أجل توقفها عن انتهاج سياسة الاعتداء دون مبررات قانونية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل السيد ميثم الصافي. أهلا بكم أستاذ ميثم. وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور مازن السعد. أهلا بكم دكتور. أبدأ معك سيد ميثم، بداية وفق أي اعتبار يمكن توصيف هذا الطريق أنه رئة اقتصادية جديدة للعراق وحلقة وصل ما بين الشرق والغرب؟ بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لتحت هذه الفرصة لتوضيح مشروع يعني طريق التنمية. هذا المشروع الاستراتيجي المهم، مشروع طريق التنمية حسب الخطط الموضوعة إلى وحسب تصميم هذا المشروع، هو يعني يعبر أو ينطي معنى لهذا المشروع باعتباره أنه هو شريان ميناء الفاو، وهو النقطة الأقرب إلى أوروبا. طبعا طريق التنمية هو من المشاريع المهمة اللي الحكومة العراقية الحالية بقيادة السيد محمد الشياع السوداني والسيد وزير النقل رزاق محب السعداوي، يعني أكو إلى اهتمام بهذا الموضوع وتركيز على ضرورة يعني إكمال المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها طريق التنمية. طريق التنمية هذا المشروع اللي يعتبر هو من المشاريع اللي راح تنقل الاقتصاد العراقي نقلة نوعية، باعتبار انه هنالك سيكون مصدر اخر من مصادر يعني تعظيم ميزانية الدولة هو راح يكون طريق التنمية. نعم. طيب ميناء الفاو الكبير جزء من هذا المشروع، اكو مشاريع اخرى بدأ العمل بها كبداية لهذا المشروع الكبير؟ نعم، ميناء الفاو هو جزء من هذا المشروع وجزء مهم أيضا. طبعا هنالك 60 كيلومتر من ميناء الفاو باتجاههم قصر كملت ضمن مشاريع طريق التنمية. أيضا الشركة العامة لسكك الحديد العراق هي راح تكون من ضمن الشركات العاملة بهذا المشروع المهم، كذلك الشركة العامة للنقل البري. رحب بك مرة أخرى دكتور مازن. بداية يبدأ هذا الطريق من البصرة من ميناء الفاو الكبير ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى قارة أوروبا. دكتور شنو برأيك هي الفوائد اللي راح تتحصل عليها هاي المحافظات العراقية العشرة اللي راح يمر بها هذا الطريق؟ أولا
احييك واحيي مشاهديك وضيوفك الكرام. حياك الله. ثانيا انا لم اتشرف بالدكتوراه بعد، انا مهندس مدني استشاري وعندي ماجستير في التعليم الالكتروني. تشرف بك. من اكثر من 30 سنه حقيقه لم احصل على الدكتوراه، وانا متخصص في الاداره الذكيه للدوله. ان شاء الله تحصل الدكتوراه. الله يخليك. الفوائد اللي انت تقدر تجنيها يا سيدي العزيز من هذا المشروع، طبعا هو المشروع طالع يعني ترى حضرتك يعني من حتى سمعت انه من ايام البريطانيين وكانوا العثمانيين يحكمون العراق رادوا يربطون الطريق في برلين ذلك الوقت. نعم. وبعدين حقيقة يعني عندما بدأ قطار الشرق السريع اللي بدأ من البصرة في المعقل وانتهى يصل إلى حد لندن، واللي الملك سلكه الفيصل الثاني عندما زار إنجلترا ذاك الوقت، فهو مشروع قديم. الحمد لله أنه الآن تفعلت الأمور، تشعر بالجدية الحقيقية، تشعر بال الثورة الإدارية الكبيرة في هذا التوجه الجديد بأنه يجب أن ننهي كل الملفات ونأتيها حقيقة حسب الأسبقيات. هذه القناة الجافة أو ما تم تسميته بطريق التنمية حقيقة هو مشروع واجب. وإذا تجي علي تقول لي هل هو الوحدة هاي 1200 كيلومتر هي واجبة؟ لا والله. زين، إحنا إذا ربطنا ويا السعودية عندنا فائدة، إذا ربطنا مع دول الجوار شرقا وغربا عندنا فائدة، إذا وصلنا للبحر المتوسط. السكك الحديد هي أأمن وأسرع وأكثر جدوى اقتصادية في النقل فيما يخص نقل المسافرين ونقل البضائع بالدرجة الثانية. بعد عن ذلك المكانات اللي تمشي بها هذه الطرق سوف يقف عند 10 محافظات يمر بها وما بينهم، معناته هنالك انتعاش لتلك المناطق. وكل دولة لا تتطور إذا لم تتطور فيها طرق النقل اللي موجودة، خصوصا يمكن سيد مازن أكثر شيء من الناس هو فرص العمل. إلى أي درجة هذا المشروع سيوفر فرص عمل للأيدي العاملة الموجودة الكثيرة في خصوصا هذه المحافظات اللي راح يمر بها المشروع، مقابل قبل يعني فترة كان هناك إغرار لقانون الضمان الاجتماعي؟ صحيح، أحسنت. نعم. يعني اذا يعني دع انك حتى فرص العمل، ان وجدت هنالك فرص بزنس نسميها اكبر بكثير من العمل. يعني انت الان الميناء اذا اشتغل باذن الله تعالى مخطط الى 2028، للاسف يعني كان ممكن يكون اقرب من هذا الوقت، ولكن يعني عندنا ضعف فيه، وعندنا نسميها احنا استكماتزم في الاداره، عندنا قصر نظر في اداره الملفات من باب الربح والخساره البزنس. يا سيدي تصور الميناء كيف سيصبح حاله، ما راح تكون بيه فنادق، ما راح تكون بيه سكن عمال، ما راح يكون بيه حقيقة سكن للموظفين اللي موجودين، قرى قريبة من عنده تنتعش الفاو، عندك 1200 كيلومتر مقتربات اليمين واليسار مثل ما نفهمها احنا بالهندسة المدنية، هذه كلها تنشأ عليها حقيقة يعني ممكن تكون مشاريع سواء كانت صناعية أو زراعية أو مشاريع مستدامة لها علاقة بالطاقة وما شابه ذلك. فهو ثورة كبيرة بكل أمانة في عالم الإدارة، إدارة الدولة إذا ما أحسن إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة، معول على أنه الفكر الجديد في الإدارة أنه يكون هنالك حقيقة حسابات صحيحة تنتبع من نابعة من احتساب الربح والخسارة. مشروع الاسترداد رأس المال نسميه احنا ريتين أوف انفستمنت ماكسيمم 4 سنوات، يعني انت تذب 17 مليار دولار ممكن باربع سنوات تجنيها، لذلك اي موديل ممكن يشتغل معاها فهي فرصه حقيقيه يعني، وتحسب للحكومه الحاليه بانه انطتها اسبقيه كبيره في تنفيذ في التنفيذ. لذلك الامل واعد حقيقه بانه هنالك تغيير كبير يكون في الاقتصاد العراقي. طيب. من خلال هذه القناه. طيب سيد ميثم، هناك مؤتمر مهم لوزراء النقل لدول المنطقه، ما الذي يريده العراق من هذا المؤتمر وهذا الاجتماع الوزاري خصوصا بما يخص هذا المشروع؟ نعم، قبل ما يعني اجاوب على سؤال حضرتك بس اريد اوضح في موضوع مهم، انه ميناء الفاو المرحله الاولى من عنده راح تكمل عام 2025، وهذا التقدم والانجاز اللي جاي يصير بمشاريع ميناء الفاو هو يعني شيء ملحوظ وتقدم خلال يعني الحكومه الحاليه حققت تقدم بانجاز بعض مشاريع ميناء الفاو. ايش قد نسبه الانجاز حاليا ميناء الفاو؟ بعض المشاريع وصلت 53%. نعم. نعم. طيب اكو مثلا فائده من هذا المشروع، مشروع طريقه التنميه، اذا لم يكتمل ميناء الفاو الكبير؟ مشروع التنميه وميناء الفاو احدهما مكمل للاخر. نعم. فلا يمكن يعني الفصل بينهم، وهم يعتبرون مشروع واحد ايضا طبعا.
طيب خلينا نرجع إلى مؤتمر وزراء النقل لدول المنطقة، شنو اللي يريد العراق من هذا الاجتماع؟ بالنسبة للمؤتمر اللي راح يضم 10 دول، يعني دول المنطقة هي دول الخليج العربي وأيضا دول جوار العراق، هو لإطلاع تلك الدول على مشاريع العراق استراتيجية وفتح الأبواب أمامهم في حال أنه هم يعني يحبون أنه يشاركون العراق بمشروعهم التنموي حسب يعني رؤية العراق ومصلحة شعبه وما يستجم مع مصالح العراقيين وتحقيق مصالحهم الاقتصادية. وطبعا هذه المؤتمرات هي للإعلان عن العراق الجديد والثورة الاقتصادية اللي تديرها الحكومة الحالية. طيب هو الطريق راح يبدي من ميناء الفاو إلى تركيا ومن تركيا يستمر ويمتد إلى أوروبا، لكن شنو فائدة دول المنطقة ممكن أن إذا شاركت بهذا المشروع أكو طريقة تشارك بها وتستفاد من عندها؟ يعني العراق ليس بمعزل عن دول المنطقة، تعرف أستاذ أنه العراق هو جزء من يعني منطقة جغرافية معينة، فأكو دول مجاورة للعراق وهذه الدول أيضا يعني عندها مصالح مع العراق سواء على مستوى الشركات اللي ممكن أنه تنفذ هذه المشاريع أو على مستوى التعاون في صناعة يعني في توفير بعض القضايا أو البنى التحتية اللي راح يعني يتبنى هالمشروع. المشروع يعني قسم إلى 15 جزء، يتيح فرصة لبعض الشركات أن تدخل كمنافسين لإتمام عملية يعني بناء المشروع. طيب سيد مازن، يعني مع هذه المميزات المهمة والكبيرة لهذا المشروع ومشروع طريق التنمية، لكن هناك تحديات ممكن أن تسفر أو يفرضها الواقع الدولي أو متغيرات على منع هذا المشروع أو تأخيره؟ أنا أختلف حقيقة. كل المسموعات اللي تسمعها أنت والتحليلات وللأسف التي لا تستند إلى الحقائق، من يفهم البزنس للعالم حقيقة كيف يشتغل وتكافؤ الفرص ما بين الدولة والخطوط الجديدة في إنتاجيات الأعمال يعرف بأنه هنالك يعني كل فرصة تلد مقابلها أكو أعمال جديدة باتجاهها. ستسمع حضرتك بأنه قناة السويس محاربة، ميناء جبل علي محارب، الموانئ الأخرى، ميناء مبارك، أكيد أكو مصالح ما أقول لك لك، بس هل هذه المصالح تقتل المشروع لا سمح الله؟ لا أكيد لا. أنت تعرف حضرتك يعني إذا أنت مديت 1200 كيلومتر وترتبط فيك قنوات تجي من السعودية على عرعر على سبيل المثال وتصعد فوق إلى أوروبا، أبو عمان الآن أيضا من خلال الميناء مال تاع البحر العربي أيضا ممكن يريد يلتحق في سكك حديد، فراح يعني تولد عندك فرص جديدة الكل تستفاد من عندها، الإمارات تشترك أيضا بهذا الخط، فبالنتيجة يا سيد العزيز هي حسابات الكلفة اللي تأمن لي أحسن ربح. غير هذا كله قناة السويس شو يعني بس التطور اللي جاي يصير، معدلات النمو اللي موجودة في أفريقيا والاستثمارات الكبيرة لأوروبا والصين في تلك القرية في تلك القارة، وين من خلال من يعني هاي تنفذ، يا أما تنفذ من خلال البحر المتوسط مباشرة طرق برية أو تأتي من خلال جنوب أفريقيا تصعد دايركت إلى قناة السويس من خلال البحر الأحمر. لذلك الفرص حقيقة يعني هي موجودة، قد تتأثر بنسبة 5-10% نسميها ماينس بلس، ولكن لا تقتل بكل أمانة. طيب عندك طيب إذا تسمح لي قاطعك سيد مازن، عدة دول ستكون يعني على هذا الخط استراتيجي تترابط فيما بينها، لكن هل هذا يعني مرحلة جديدة من تكتلات اقتصادية في المنطقة، تكتلات جديدة؟ أحسنت. لذلك سيد رئيس الوزراء من دعا إلى كتلة اقتصادية عربية، المثل واضح بأن نتكلم لغة واحدة واقتصاداتنا متينة وما نقدر نتعاون. فالنقل يا سيد التواصل سيد العزيز التواصل، أنه أنت تصور ذا أنه أنت من بغداد أو من البصرة أو من السماوة تقدر تروح تزور المكة والمدينة صح؟ والعكس صحيح زين، وما بينهم يعني الإخوان يعني من الجمهورية الإسلامية ولا من سوريا ولا من الأردن، كل هذه إذا ما تحتكم بشبكة طرق وسكك صحيحة صدقني لا تنمو المجتمعات ولا تنشأ علاقات اقتصادية متينة ولا المجتمع ينفتح على ولا تنبذ الطائفية. لذلك يا سيد العزيز النقل هو أساس تطور المجتمع، وللأسف يؤسفني الأستاذ ميثم موجود يمنى يؤسف أداء وزارة النقل منذ أكثر من 20 سنة متعثر بقوة، قديش ما يقدرون يدفعوها للأمام وهاي قدامك. المبادرة اللي صارت اليوم هي ليس من وزارة النقل، هو رؤية السيد رئيس الوزراء أوكي على هالناس، لا يزعل عليه أستاذ ميثم حقيقة زين، إحنا قطاع النقل عندنا يكفي بأنه إحنا رواد السكك بالمنطقة
اوكي وقطاراتنا ما تشتغل. فلذلك يا سيدي العزيز النقل هو اساس حياه المجتمع، هو القلب النابض للحياه في كل رقعه جغرافيه. فاذا ما نركز عليها بكل امانه لا نطور القريه ولا نطور الريف ولا نوصل خدماتنا ولا نوزع جغرافيه الصناعه والتجاره والزراعة على البلد بطريقة صحيحة بسبب طيب. عدم وجود التواصل الصحيح اللي هو من خلال النقل حصرا. طيب سيد ميثم، من وجهة نظر وزارة النقل وحسب دراساتكم التي أجريتموها، هل يمكن أن يواجه هذا المشروع عراقيل تعترض تنفيذه أو ممكن تأخره؟ قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أود أن أوضح موضوع معين. أنه وزير النقل الأستاذ رزاق محبي السعداوي هو أحد أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة بإدارة السيد المهندس محمد الشاع السوداني. إذن بالنتيجة هو العمل المشترك سواء يعني برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبإشرافه مباشرة يعني من السيد وزير النقل. إحنا نعمل كفريق واحد، يعني واجبنا وهدفنا أنه بعد الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني اللي صار بالعراق، رأسا العراق توجه نحو المشاريع الاقتصادية، حتى أصبح العراق الآن هو كعبة أو قبلة للمستثمرين ولدول الجوار. المؤتمر العراقي اليوم يختلف عن كل المؤتمرات السابقة، كل المؤتمرات السابقة كانت هي بها صبغة سياسية أو صبغة أمنية، لكن مؤتمر اقتصادي يدعو إلى ثورة اقتصادية بالعراق ونهضة اقتصادية بالعراق. مع العلم يعني، وأنا ما أحب أنه يعني أذكر هذا الموضوع، انه هو المؤتمر كان هنالك دعوه من السيد رئيس مجلس الوزراء عندما زار يعني جاره تركيا الى وزراء النقل دول الجوار انه والمنطقه انه يكون لهم مؤتمر، وتابع الموضوع السيد رزاق محبس السعداوي من خلال لقاءين بغداد مع مسؤولين وممثلي سياسيين واقتصاديين لتلك الدول. فكان هنالك اجراءات يعني ومتابعات حثيثه من قبل السيد يعني وزير النقل وايضا وزاره النقل وكوادرها تؤلي يعني اهتمام كبير لهذا المشروع. نعم. تم تشكيل عده لجان مهمه، يعني عندنا لجنه مهمه هي لجنه متابعه المنهاج الحكومي وطريقه التنميه، احد اهم هذه المشاريع بالاضافه الى المشاريع المهمه. وزاره النقل حاليا هي وزاره تعمل يعني تعمل وفق رؤيه جديدة، انه احنا يعني معالجة المشاكل اللي المتراكمة اللي ورثناها طبعا للأسف من الحكومة السابقة، وإعادة يعني تنظيم امور وزارة النقل سواء الإدارية او الفنية، وهذا الموضوع يعني مو سهل. مع هذا لم تتوقف، يعني اشتغل السيد وزير النقل باستراتيجية، استراتيجية هي انه احنا نتابع الملفات السابقة وما نوقف عندها، نتقدم في انشاء المشاريع اللي تتعلق بالمواطن العراقي خصوصا المشاريع الخدمية، ومع هذا بتركيز على المشاريع الاقتصاديه ومثل ميناء الفاو وطريق التنميه وملف يعني متابعه بعض المشاريع اللي لا تقل اهميه. اليوم احنا عندنا ليس فقط طريق التنميه، اليوم احنا عندنا محطه نينوى هي اكبر محطه طبعا يعني في مشاريع النقل، ونسب الانجاز بها 94%، وهاي الفتره القياسيه الاخيره اللي هي يعني تقدر بسته اشهر، هذا يعتبر انجاز مهم. مثلا ميناء الفاو قبل لا يوجد يعني توجد الحكومه الحاليه وكانت نسب الانجاز به اقل من 20 واقل اقل بهواي، يعني خلال سته اشهر يعادل شغل مال كذا سنه. هذا هذه ما اجت عن فراغ، انما اجت عن متابعه واجت عن 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 يعني توجيهات مباشره وزيارات ميدانيه ايضا من قبل السيد وزير النقل اللي هو جزء من كابينه السيد السوداني اللي ان شاء الله راح تنقل للعراق نقله اقتصاديه يعني ما مسبوقه يعني. طيب سيد مازن، يعني هذا المشروع راح يمر اغلبه بالصحراء، الصحراء العراقيه، لكن يعني راح يهتم بملفات الصناعه، مثلا انشاء مدن صناعيه على جانبي هذا الطريق او طريق سك الحديد ايضا، وجانب التجاره ايضا راح يزدهر. بالمقابل راح يغادر العراق الزراعه؟ والله هو احسن خبر لما حضرتك تقول يمر بالصحراء. عندما يكون مشروع طريق حيوي سواء كان سكة أو طريق سريع فهذا يحيي هذه المناطق. احنا للأسف فكرنا في التطوير وفي الاستثمار وفي البناء دائما نجي إلى قلب المدينة ونقول ليش مو هذه المنطقة نسويها فلان شيء وفلان شيء. لا سيد العزيز، زين احنا نروح نستثمر في الصحراء ونبني مدن جديدة وصحراءنا غنية بمياهها بمعادنها زين ببداوتها بكل شيء. فلذلك كل ما يمر بس كل ما يبتعد عن المدينة فهذا
يعطيك ضمان 100% بأنه البلد يتوسع باتجاه الصحيح ويخطط باتجاه الصحيح. هسه المناطق اللي كانت صناعية أو زراعية، إذا أولاً إذا لم تروح حضرتك باتجاه استخدام التكنولوجيا في الزراعة، فأنت حقيقة مشيت قطار أو ما مشيت قطار ما راح تشتغل العملية. لا يعني قصدنا أنه ممكن العراق يعني راح يتجه لهذا التوجه، هذا الطريق مهم بالنسبة لقضايا التجارة باعتبار منفذ راح يكون العراق وطريقة مسلك للبضاعة وغيرها. العراق صحيح. أصلا هو بلد نفطي مهتم واقتصاده كله معتمد على النفط. للأسف للأسف اهتمامه بالصناعة والتجارة راح ينسي موضوع الزراعة اللي هي حاليا متأثرة بشكل كبير أمام الجفاف الموجود. اللي ردت أقول لك جنابك ليش أنا قلت لحضرتك استخدام التكنولوجيات التقنيات في الزراعة يا سيدي العزيز، سواء كانت الزراعة المائية أو استخدام الأسمدة المثبتة للرطوبة أو غيرها. الزراعة أساس الصناعة، إذا أنت ما عندك زراعة حقيقة فأنت إيش راح تصنع؟ نسبة كيف تعرف حضرتك إيش قد الصناعات تروح تتحول من عندها تحويلية غذائية وإيش قد تنتشر بالأسواق وإيش قد الشغل عالم رقم واحد. ثانيا إذا أجيت أنت أنشأت الصحراء وخليت بها مراعي كبيرة، يعني ليش إحنا ليش تجي السعودية تقترح علينا؟ قل الفكر العراقي بأنه إحنا نروح نبني مرابعنا الحقيقية ونسويها خطرة. الماء موجود بيشحى على عيني وعلى رأسي، ولكن الله انطاك يعني ما تحت الأرض. العراق يقع على يعني مستودع ريسرفاير مال ماء كل المناطق المحيطة به تصب به ولن ينضب إن شاء الله. وحتى حقيقة يعني أكذوبة اللي نسمع أنه دجلة والفرات أنه ستنشف يوما ما، هذا مو صحيح، لأنه طبيعة الأرض ما ممكن يا سيد العزيز. لذلك تنشئ الزراعة أولا ومن ثم باي ديفولت راح تنشأ عندك الصناعة والتجارة الحركة بيناتهم. يا سيد العزيز العراق بموارد كبيرة جدا، أنا جدا أنقهر من نسمع العراقيين يعني يعتمد على النفط، وصدقني أسعد خبر في حياتي لما أشوف سعر البرميل ب30، لأنه نريد نفكر البلد بخير وموارد زين وبدائل جدا كبيرة، احنا نخليها بالأرض، خلينا نطلعها خلينا نشغلها، والنفط يفيد أجيالنا، ندعم به التعليم، ندعم به الصحة، ندعم به تطوير المجتمع بطريقة. الأستاذ بالنقل كم قطار احنا نحتاج؟ احنا مترو ما عندنا سيد العزيز زين، محطاتنا القديمة وسككنا القديمة ما عندنا فلوس نقدر نعمرها. المواقع الأثرية والسياحية اللي عندنا هاي سامرة ما نقدر نروح نزور لأنه ما عندنا قطار يشتغل، كذلك الكربلاء واصل وما عندنا تطوير إلى. لذلك يا سيد العزيز خلينا نفكر الثروة النفطية لتنمية البلد، أما إدارة الموارد الحقيقية من خلال التفكير الصحيح هو الكفيل بأنه يطلع الاقتصاد إلى الأمام. والفرصة مؤاتية يعني مشكورة جهود الجميع حقيقة أوكي، ولا ننسى بأنه لدينا خلة كبيرة في إدارة ملفات الدولة، فرصة أن نراجع حساباتنا ونستثمر طيب. الوقت الحاضي من أجل أنه الدفع إلى الأمام والخير قادم إن شاء الله طيب. وبساعد الرجال. سيد ميثم يعني هذا المشروع الذي يتصف بحسب كلامكم بالشمولية عابر للحدود الجغرافية مقابلة أريد أرجع المؤتمر وزراء النقل يوم السبت المقبل، هل سيتضمن وثيقة عمل مشتركة؟ قبل لا أجاوب على سؤال حضرتك، كان سؤال حضرتك السابق يتعلق في هل هنالك مثلا عراقيل أمام هذا المشروع؟ لا الحمد لله رب العالمين لا توجد هنالك أي عراقيل. مسار المشروع واضح جدا، يمر بعدة محافظات اللي هي البصرة والناصرية ومحافظة والسماوة والديوانية والنجف وكربلاء والحلة وبغداد وأطراف بغداد باتجاه يعني سامراء وصلاح الدين ثم الموصل ونقطة فيشخابور. إذا بالنتيجة هنالك 29 مليون عراقي راح يكون مستفيد من هذا المشروع، وأيضا هنالك أيدي عاملة راح تستفاد من عدة كثير جدا. بالإضافة إلى ذلك أن مشروع طريق التنمية يعتبر يعني حسب التصميم اللي راح يكون يعني هنالك تجمع مناطق للجذب السكاني، وأيضا يعني ربما يسأل شنو علاقة طريق سريع بإحياء الأراضي الصحراوية أو غيرها. نعم عندما يكون هناك تجمع سكاني راح يكون هنالك توفير مياه لهم، عندما يكون هناك تجمع سكاني راح الدولة تكون ملزمة أن توفر لهم يعني مباني صحية ومؤسسات خدمات. بالنتيجة راح يكون يعني بناء مدن جديدة يعني بالقرب من هذا المشروع، سواء كانت مدن صناعية أو مدن لها علاقة بالسياحة أو غيرها. بالإضافة إلى هذا المكاسب اللي لها علاقة بخدمات السكان راح يكون أيضا يعني هنالك يعني هنا قطارين، واحد يكون عفوا يعني قصد مسارين، واحد يكون نقل الحمولات بما يخص السكك طبعا،
واحد يكون نقل الحمولات بسرعه 300 كيلو متر بالساعه، والاخر يكون لنقل المسافرين، العفو بالعكس، لنقل المسافرين يكون 300 كيلو متر بالساعه، ونقل الحمولات يكون من 160 الى 140 كيلو متر بالساعه وبقطارات حديثه. طيب يعني نعم. تكاليف المشروع، هذه النقاط اللي تتحدث بها، يمكن توصل تكاليفها الى 17 مليار دولار، 10 منها شراء قطارات كهربائيه سريعه تنقل حمولات كبيره في غضون 16 ساعه، فيما ينفق المتبقي لمد شبكه سكك حديد بطوله 1200 كيلو متر. هذه المبالغ هل هي مؤمنه؟ قصدك مبالغ انشاء المشروع؟ نعم. الحكومه العراقيه واضعه بحساباتها كيفيه تمويل هذا المشروع وفق سياسه هي يعني بتتناسب مع حجم المشروع واهميته. نكتفي بهذا القدر، وعذر لضيق الوقت، الشكر الجزيل لكم مدير الاعلام والاتصال الحكومي لوزاره النقل السيد ميثم الصافي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم الخبير الاقتصادي الاستاذ مازن السعد، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. اذن مشاهدينا ننتقل الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه. اذن مشاهدينا، ما بين سياده تنتهك وتقليل الحصص المائيه، العراق مطالب باتخاذ موقف حقيقي إزاء الاعتداءات التركية المتجددة على سيادته. المراقبون يطرحون على طاولة الحلول عدة مقترحات، منها الضغط على جانب الدبلوماسي أو إضعاف استيراد المنتجات التركية إلى العراق، وبالتالي الورقة الاقتصادية ربما تلعب دورا مهما في ردع تركيا. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. ما زالت تركيا تسدد رمياتها تجاه العراق بشتى الأساليب العدائية لتعود مجددا بغرس مخالبها في جسد البلد، وتحول المناطق الشمالية إلى جحيم ومدن يسودها الإرباك الأمني بتعد متجدد بين الفينة والأخرى، لذا رائعة يصفها المتخصصون بغير المبررة وليس لها أساس قانوني، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء هناك. تركيا اليوم تتمادى في تدخلاتها الواضحة في شمال العراق، هذه الانتهاكات المستمرة والقصف في مناطق معينة في شمال العراق يحتاج إلى وقفة حكومية وبرلمانية حقيقية. تركيا لو كان هناك موقف قوي من الحكومة العراقية وكذلك البرلمان يعني قد تتوقف عن هذه الاعتداءات، لكن ضعف الموقف السياسي والحكومي الواضح تجاه هذه الاعتداءات جعل تركيا تتمادى في غيها وتنتهك سيادة العراق بين فترة وأخرى. لم ينتهي الأمر بجعل شمال العراق ساحة معركة بين الحزب العمال الكردستاني وتركيا، بل ازدادت الأخيرة بانتهاج سياسة التعطيش للبلد بأكمله، حيث تحول ملف المياه بين العراق وتركيا إلى معضلة ليس لها حل، ينهي هذه الأساليب الخارجة عن القانون التي تمارسها تركيا بتقييد حصة المياه على أنهر البلد، الأمر الذي يهدد حياة الكثير وينتهك السيادة. يعني أزمة المياه مع تركيا حقيقة هي أزمة أزلية، لعله في النظام السابق حقيقة لم يكن هنالك حل. أنا أعتقد للعراق الكثير من النقاط القوة التي ممكن أن تضغط على الجانب التركي ضمن الاستثمارات التركية والتبادل التجاري الذي وصل 20 مليار، وكذلك بأنه ممكن أن يتجه العراق إلى المسارات الدبلوماسية. فالضغط الاقتصادي يراه المراقبون خطوة ناجحة لإذعان تركيا وتراجعها عن أساليب التعطيش والعداء للبلد، أو التوجه إلى الحلول الدبلوماسية بين الجانبين باتخاذ مواقف أكثر حدة وإبعاد العراق من تحت وطأة النزاع المتواصل دون تبريرات حقيقية. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد السياسي المستقل عمر الناصر. أهلا بكم سيد عمر، وأيضا الترحيب بالخبير الزراعي الأستاذ عادل المختار. أهلا بكم سيد عادل. أبدأ معك سيد عمر، قصف تركي يتجدد على المناطق الشمالية في العراق بطائرة مسيرة، تارة قصف للأراضي العراقية وتارة تعطيش. يعني سيد عمر، باسر هذا التمادي التركي على سيادة العراق وأمنه، هل فعلا نعاني ضعفا في البناء الداخلي والدبلوماسية الجادة؟ تحية مسائية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم. تركيا عودتنا منذ يعني فترة طويلة لديها استراتيجية الدفاع عن التحرك الاستباقي للدفاع عن حدودها الإقليمية من خارج أراضيها. نعم. والدليل بأنها دائما تذهب إلى التوغل وعلى حساب الدول المجاورة، وأضرب مثل على ذلك دخولها في أراضي عراقية. أعتقد بأن السيادة العراقية اليوم هي نعم ما زالت مخترقة، لكن بالمقارنة مع الفترة الماضية قلت نسبة الهجمات التي ذهبت إليها تركيا لضرب مواقع حزب العمال الكردستاني. أعتقد بأن العراق بحاجة اليوم إلى أن يكون لديه قرار سياسي حقيقي وأن لا يقف مكتوف الأيدي. نعم، الحكومة الحالية هي ربما سوف تكون في الأيام المقبلة لديها تحرك أيضا من خلال أوراق ضغط جديدة على الجارة تركيا، ومن ضمن هذه الأوراق أعتقد بأنها سوف تكون يكون طريق التنمية هو إحدى هذه الأوراق. التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا هي إحدى الأوراق المهمة التي أعتقد بأنها ورقة مهمة بإمكاننا الذهاب إليها في حال وصول بعض الحوارات أو بعض النقاشات إلى طرق مسدودة، وخصوصا أن التبادل التجاري ما بين الدولتين في لا. العام عام 2022 وصل إلى 20 مليار دولار، وهذا يعني أن هنالك نية لزيادة هذا التبادل التجاري. وخلال أول شهرين من عام 2023 كان هنالك 1.7 مليار دولار، وهذه هي يعني تبادل تجاري جيد كثيرا. وكما ذكرت مشروع القادم طريق التنمية، إلى أي درجة يؤثر بإنشاء تكتل اقتصادي وبالتالي تغيير سياسات تركيا وتعاملها مع العراق سيد عمر؟ يعني السياسات ما بين دول العالم تكون دائما هي ديناميكية مرنة ومطاطية، تذهب إليها جميع الحكومات من أجل ديمومة التحالفات الاقتصادية التي هي تعد ركنا أساسيا ترتكز عليه وقت حدوث الأزمات. لا. التحالفات السياسية لم يعد لها تأثير كما في التحالفات الاقتصادية ما بعد عام 1946، وأخص بالذكر بعد الحرب العالمية الثانية. لا. أصبح الاقتصاد هو من يحرك السياسة، بينما في السابق كانت السياسة هي من تحرك الاقتصاد. لذلك أنا أعتقد بأن مثل هذه الورقة بالتحديد هي ورقة مهمة، وخصوصا بأن الاجتماع القادم ما بين وزراء النقل لدول الجوار، أعتقد بأن تركيا سوف تكون هي أكثر دولة من هذه الدول سوف تكون مستفيدة من هذا الخط، وذلك سوف يكون بإمكان العراق أن يذهب بهذه الورقة لأن تكون ما بينه وبين جارة تركيا. طيب. تفاهمات حتى لا تكون إسطنبول أو عفوا أنقرة. نعم. لديها القدرة على التوغل وفي السيادة العراقية كما. طيب. شاهدنا في مراحل الماضية. نرحب بك مرة أخرى سيد عادل. بالنسبة لملف المياه وأزمة الجفاف وأمام معطيات أمنية ومائية ومؤشرات جفاف خطيرة وآخذة بالتصاعد، هل فعلا سكان العراق في خطر؟ أعيد لك السؤال سيد مختار إذا تسمعني. أمام هذه المعطيات اللي ذكرتها وذكرها سيد عمر وتتحدثون بها كخبراء، معطيات أمنية ومائية وأزمات جفاف متصاعدة، هل فعلا العراق أمام خطر؟ عذرا لسوء التغطية والصوت. سيد عمر أعود لك مرة أخرى بينما يتم تأمين الاتصال والصوت مع سيد عادل. يعني سواء في انتهاك الأراضي أو حرب المياه، ما هي فرص العراق إذا ما توجه بكل هذه الملفات اللي تحدثنا بها إلى المنظمات الأممية؟ يعني أنا أعتقد بأنها إذا أردنا حل هذه المشكلة الأزلية فعلينا أولا
أن تكون لدينا القدرة لإقناع تركيا وأن يقف المجتمع الدولي مع العراق من أجل الذهاب إلى الاتفاقيات، اتفاقيات الأمم المتحدة للدول المتشاطئة. هذا هو المفصل الذي سوف يحدد حصة العراق من المياه التي قادمة من دول المنبع، وأعتقد بأنها سوف تكون حجر الزاوية والمرتكز الرئيسي لعدم إحراج الحكومة العراقية مع الشارع العراقي بالدرجة الأولى ومع دول الجوار بالدرجة الثانية. أعتقد أننا اليوم بحاجة لاستراتيجيات جديدة أيضا تذهب إليها السياسة المائية، وأن يذهب القائمون على مفصل صنع القرار السياسي في العراق لأن تكون لديهم دوما مباحثات مع الجارة تركيا حتى يذهبون إلى المشتركات. اليوم السياسة هي فن الممكن، كل شيء هو في هذا الحقل هو وارد، لا يوجد هنالك شيء مستحيل. كل ما نحن بحاجة إليه أن نحاول الذهاب إلى مفاوضين محنكين تستطيع الحكومة العراقية أن تلج إلى عمق الأزمة من أجل نيل المكتسبات بأي شكل من الأشكال. إذن الموضوع هو موضوع حساس، ورقة المياه أعتقد ذهبت إليها تركيا من أجل الحصول على الكثير من المكتسبات، وقد حققت هذا الموضوع باعتقادي، ورفع شعار برميل نفط مقابل برميل ماء منذ الأزل أعتقد بأنه قد بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ، ولكن طيب. كل ذلك هو يعتمد على كيف سوف تكون الاستراتيجية المقبلة للمطرح السياسي في حسم هذا الموضوع. سيد عمر، هل العراق إذا أراد أن يتخذ موقف حازم، العراق عنده أساليب، يمتلك أساليب ضغط سواء بالجانب الاقتصادي أو الدبلوماسي مع تركيا ممكن أن تكون رد اعتبار لسيادة البلاد؟ يعني الموضوع كومبلكس، يعني حقيقة معقد نوعا ما، ولكن لا أنا ذكرت لك هنالك موضوع تكثيف للحوارات وتكثيف للمؤتمرات والذهاب إلى استخدام ورقة المجتمع الدولي رقم واحد، والورقة الاقتصادية، وأنا ذكرت لك بأن علينا المقارنة ما بين حجم التبادل التجاري في عام 2022 وحجم التبادل التجاري الذي هو في سنة 2023، ونذهب إلى النسبة المئوية، كم هي من هو الطرف المستفيد الأكثر استفادة من التبادل التجاري؟ ستجد بأن تركيا لديها هذا الموضوع. إذن تركيا أيضا بمآل الأمر عليها التعاون مع العراق لأن لا يكون هنالك سياسة تجفيف لنهر دجلة والفرات، وبالتالي سوف يكون ذلك بمثابة الموت التدريجي للأراضي الزراعية، وسوف يكون هنالك مشاكل معقدة ثانوية سوف لن تستطيع الحكومة العراقية من مواجهتها، ولا نستطيع آنذاك أن نلقي اللوم على السيد السوداني في عدم حل هذا الموضوع بشكل كامل. طيب، بداية حديثك سيد عمر ذكرت قضية مشتركة ما بين العراق وتركيا هي المصالح الاقتصادية وطريقة التنمية المشترك الجديد، إضافة إلى متغيرات حاليا ومعطيات في الداخل التركي هي الانتخابات الرئاسية التركية ومخرجاتها. ممكن إذا هذه المتغيرات خصوصا النتائج الانتخابية ممكن مقابلها نشأت تغييرات في تعامل الجارة الشمالية وفقا لهذه الاستحقاقات الانتخابية الجديدة والمصالح الجديدة؟ حسب اعتقادي بأن السياسة التركية هي واحدة، لا يوجد هنالك مصلحة تعلو فوق مصلحة أنقرة، لذلك تجد بأن الدخل القومي هو جزء لا يتجزأ من السياسة التركية، ونيل المكتسبات هو ضروري جدا بالنسبة لها لأجل بناء بيتها الداخلي، لكن طريق التنمية علينا النظر لهذه النقطة بالتفصيل التي سوف تكون لتركيا بمثابة أيضا زيادة بالدخل القومي وتعظيم موارد الدولة. تركيا هي أول الدول التي كان لها الموافقة على الذهاب لتوقيع مثل هذا للتوقيع على هذا المشروع، وتركيا سوف تستفيد من هذا الموضوع بشكل أو بآخر، لأن الطريق الذي هو يمتد من الميناء الفاو الكبير إلى منطقة فيشخابور ومن ثم يصل إلى مدينة قونيا ويذهب إلى غازي عنتاب سوف يكون، ومن ثم بعد ذلك إلى ميرسين، سوف ينعش هذه المنطقة بسبب الواردات القادمة من الشرق إلى أوروبا. إذن الموضوع هو تكاملي. طيب. ينبغي أن تأخذ
الحكومة التركية على عاتقها بأن الموضوع موضوع التعنت واستخدام أوراق تضر بحسن الجوار، أعتقد بأنها ورقة أصبحت مستهلكة. طيب، ينبغي اللعب على ورقة أخرى من أجل المصالح. أرجع لك إلى هذه الورقة والأوراق الأخرى المتوفرة، لكن قبلها نتمنى أن يتم تأمين اتصال مع سيد عادل إذا كنت تسمعني. أود أن أسألك بخصوص الجوانب الزراعية والمائية، هل فعلا العراق أمام هذه المعطيات الجديدة وأمام أزمة الجفاف وتغير المناخي، هل العراق والشعب العراقي في خطر؟ شكرا جزيلا لحضرتك. أردبدي بتصريح معالي الوزير، وزير الموارد المائية، قبل يمكن أقل من أسبوعين، من قال اليوم الوضع حرج والخزين ما قد يكفي لنهاية السنة لشهر 12. نعم. أريد أحط التخوف أمام حضراتكم، وتخوف هذا وليس توقع. ماذا لو كان الشتاء القادم جاف أيضا؟ هنا راح تحدث كارثة، لأن معالي الوزير يقول أسوأ خزين من ثلاثينيات القرن الماضي. مع الأسف إحنا كان الموسم الزراعي الشتوي قبل شهرين، وبالذات تحديدا الأمطار الأخيرة كانت تقدر بخمسة أو ستة مليار متر مكعب، بالإضافة للإطلاقات من جانب التركي. يعني لو خازنين بدل أن يتوسعون بالزراعة اللي 6.5 على الري السطحي، أعتقد كان شوية أمننا ما يشرب تحديدا، وشوية جزء للأطمئنان. مع الأسف إحنا دائما نقول السياسة المائية هي خطأ، ولذلك وصلنا لهذا المرحلة الحرجة. معالي الوزير يقول الزراعة بالموسم الصيفي مغامرة. إذن المفروض اليوم نشغل باقي القطاعات الزراعية اللي ما تحتاج مي، مثل الدواجن، مثل الأبقار، مثل الجاموس، الأعلاف، وأيضا الإرشاد الزراعي المتلكئ، الطيران الزراعي، الزراعة المغطاة. اليوم مشكلة عندنا بالتسويق الزراعي، هذه كلها إشكالية. القروض الزراعية، لا ننسى اليوم كل الفلاحين أو المربين متعرضين لضغط القروض الزراعية اللي بعد كم شهر راح ينتهي التأجيل، وهنا يبدي الدفع، وهذه أيضا مشكلة. إذا القطاع الزراعي يواجه مشاكل من غير زراعة الحنطة. هسه احنا بطلنا نحكي عن الحنطة والشعير، لكن القطاعات الأخرى من تشغلها راح توجد فرص عمل للفلاحين حتى لا يهاجرون من الريف إلى المدينة. إذا كان الشتاء القادم جاب أيضا مثل ما أنا دا أتوقع أو الحسابات، أعتقد راح يشهد العراق أزمة كبيرة، ولذلك التخوف مالنا. قلنا احنا يجب تأسيس خلية أزمة أو غرفة طوارئ لإدارة الأزمة الحالية. طيب، توفير مياه الشرب بالحوضيات، حفر الآبار لمياه الشرب، هذه كلها إجراءات. لحد الآن احنا كل شيء ماكو. الواقع خطر جدا ومأساوي، وتعرفون حضراتكم بالصيف يزيد الطلب على المياه والإطلاقات تزيد، وأيضا هناك التبخر بكميات كبيرة. المفروض يقللون المسطحات المائية، الأنهر تتعمق أكثر حتى يقل المسطح المائي، يقللون التبخر، هواية أمور لحد الآن. طيب، إحنا ما سوينا أي شيء. طيب سيد عادل، في الوضع شلون راح يكون إذا تسمح لي؟ السابع راح يجينا أو السادس والسابع، المرحلة خطرة. سيد عادل، عدا تقليل الإطلاقات وحصة العراق المائية من تركيا كما تتحجج أنقرة، هل فعلا بأن مسؤولية الجفاف تقع على العراق بسبب هدرة للمياه، عدم استخدام المياه الداخل للعراق بالشكل الأمثل، أم تركيا تريد أن تعطي لنفسها الحق بتقليل الحصص المائية؟ حقيقة أنا أريد أقول شيء واحد. دولة رئيس الوزراء استلم الملف، وهو أصبح سياسي بالعلاقات مع دول الجوار، وهناك أوراق ضغط ومفاوضات أكيد بيد دولة رئيس الوزراء اللي ممكن يستخدمها. لكن بالنسبة للإيرادات اللي أقولها صحية ضعيفة اللي تجي من تركيا، بس إحنا يجب أن نحتاط، نبني خطة زراعية على أساس كميات المياه المستخدمة. يعني أتحدى أي واحد من وزارة الموارد ما يطلع يقول لنا الموسم الشتوي إيش قد صرفنا مي، حتى يكون واضح أمام جمهورنا الكريم. يعني لو خازنين هاي الرية الأخيرة اللي قلنا تقدر 5 إلى 6 مليار، أعتقد كان وضعنا أحسن. أحب أذكر اليوم قبل شهرين هاي الفترة المطرية الأخيرة الزاب الأعلى كان تصريفه 1000 متر مكعب. الإيرادات تجي من تركيا، الزيادة بالإطلاقات،
كل هذه احنا اضطرينا ان نستخدمها للري الاخيره، وهذا هو الخطا اللي وقعنا به. كان المفروض ما نتوسع بهذه المساحات. احب اذكر قبل 3 سنين الوزراء السابقين من السيد العادلي واجا وراء مهدي رشيد كانت الخطه الزراعيه كبيره، قللت الموسم الى 5 مليون دونم، ومن ثم قللت الى 2.5 مليون، والاخير قللها مهدي رشيد الى 1.5 مليون، لان الخزين ما انخفض ل50%. وايد هذا الكلام معالي الوزير الحالي، لكن انا تفاجئت، زيد المساحات المزروعه 1.5 مليون على الري السطحي، ومن ثم توسع الفلاحين الى 6.5 مليون دونم، وهذا هو الخطا كبير كان، وهو النتيجه انه ما قدرنا نخزن كميات الامطار اللي جت. اذا السياسه الزراعيه يجب ان يعاد النظر بها، الاداره المائيه يجب ان تتغير، تكون اساسها هو لخزين المياه الشرب، لخزين زياده الخزين وليس لزياده المساحات المزروعه. اليوم الخطه الزراعيه تنبني على قد استهلاكك للمي. على سبيل المثال احنا انا اتوقع تجينا سنويا حدود 30 مليار، المفروض انت تعد خطه ب 10 مليار متر مكعب، وعندك الاستخدامات البشريه 5 مليار، وعندك النفط والصناعه 10 مليار، يعني يبقى 5 او 10 مليار ممكن تدعم خزينك في هذا الوضع الصعب، والا راح يكون موقفنا حرج جدا، وخصوصا مع الوزير يقول عندي الريه الاولى للموسم الشتوي. شنو معناها؟ معناها راح يزرع بالموسم الشتوي، تخيل. طيب اذا ماكو امطار شلون راح تفكر؟ انا قلت القطاعات الزراعيه يجب ان تكون ثوره زراعيه للقطاعات الزراعيه الاخرى حتى نلقي فرص عمل للفلاحين. وقلت لك انا ادخال التقنيات الحديثه مثل الهيدروبونيك، الاجروبونيك، الشعير المستنبت، ايضا التسويق الزراعي يجب ان تنحل هاي المعضله من سنين طويله ما قدرت وزاره الزراعه تحلها، اليوم لازم تحط حلول. على سبيل المثال التمور، واضح الهند تريد 100,000 طن منك سنويا تمور، ماكو جهه تستلم هاي التمور وتصدرها كمقايضه، تخيل. اليوم واضح واضح. شكرا لك سيد عادل، عذرا لضيق الوقت والخلل بالاتصال في بداية الملف، الشكر الجزيل لكم الخبير الزراعي السيد عادل مختار، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم السياسي المستقل عمر الناصر، كنت ضيفا كريما، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.